يحصل على النقطة الأولى السيد لاشين، ويحصل على النقطة الثانية بصوت توب سبين فور هاند قوي جدا على يسار أحمد المهندي، والعدد الآن 2-0 للسيد لاشين، يعود بقوة في الشوط الخامس. يا الخبرة الطويلة يا سيد لاشين، فور هاند قوي على يسار اللاعب أحمد المهندي، والعدد الآن 3-0 للاعب سيد لاشين. إرسال قصير وبعده هجوم بالفور هاند على يسار اللاعب أحمد المهندي، والعدد الآن 4-0، مما اضطر المدرب الأردني الكابتن محمد العتوم لأخذ تايم أوت في هذه اللحظات لإنقاذ هذا الشوط، بعد أن تقدم السيد لاشين 4-0 على اللاعب أحمد المهندي. وأعضاء الإدارة، أعضاء إدارة الاتحاد أنهى قبل الدقيقة المسموح فيها، أنهى أحمد المهندي وعاد على الطاولة، مما اضطر السيد لاشين لقطع التايم أوت والعودة، لأنه التايم الآن أصبح من لصالح أحمد المهندي، هو اللي طلبه وليس للسيد لاشين، ويجب أن يعود بعد أن ينهي التعليمات أحمد المهندي وعاد إلى سطح الطاولة. والآن العدد 0-4 لصالح السيد لاشين. الآن النقطة الأولى يحرزها في هذا الشوط بإرساء بضربة فور هاند قوية على يمين السيد لاشين، لتصبح النتيجة 1-4 لصالح السيد لاشين من الأهلي المصري. الإرسال الثاني 1-4، يا سلام، 5-1 لصالح السيد لاشين. والآن لابد من دوران سطحي الطاولة، سوف ينتقل إلى الجهة المقابلة السيد لاشين، ويعود إلى الجهة اليمين والجهة اليسار باتجاه التعليق، يعود اللاعب أحمد المهندي. سوف يتم تبديل العداد، هاي تعليمات القانون الدولي في الشوط الفاصل أو باللقاء الشوط الفاصل اللي هو الخامس، يتم تبديل سطحي الطاولة، والعدد 5-1 للسيد لاشين. الآن 6-1، لا أعلم، أحمد بدأ الاندفاع والحماس يخف عند أحمد المهندي، مما فتح المجال للسيد لاشين بخبرته الطويلة أنه يتقدم على اللاعب. والآن 7-1، شوط بلش يقترب أكثر وأكثر من اللاعب سيد لاشين. الإرسال الآن لأحمد المهندي 1-7، الآن قد يا أحمد، فور هاند قوي على منتصف سطح الطاولة، والعدد الآن 2-7، ويحاول أنه يعود نقطة بنقطة أحمد المهندي إلى هذا الشوط واللقاء والشوط الفاصل. يا سلام يا سلام على الفور هاند القوي جدا بالرسغ من قبل سيد لاشين، والعدد الآن 8-2 لصالح اللاعب الأهلي المصري، ويعود في هذا اللقاء بعد أن كان خاسر 2-1. يا سلام، 9-2 لصالح اللاعب المصري في هذا الشوط، وأتوقع أنه صار قريب جدا من إنهائه لصالح الأهلي المصري سيد لاشين، ليصبح العدد 2-1. يا سلام، 10-2، باعتقادي أنه الشوط يتجه باللقاء هذا الثاني يتجه باتجاه الأهلي المصري. عاد السيد لاشين بعد أن كان خاسر 2-1 ليفوز 3-2 في هذا اللقاء على اللاعب أحمد المهندي، لأنه اللقاء البعدي صعب جدا. العدد الآن 10-3 بعد أن عاد سيد لاشين وأمن اللقاء تقريبا، لأنه من الصعوبة جدا على يعني على اللاعب أحمد أن يعود 10-3 اللقاء، أيوه 10-4، إلا إذا كان لاعب هو لاعب قوي جدا وقادر على التركيز بالعودة في هذا الشوط. لكن السيد لاشين متقدم 10-4، والنهاية أصبحت وشيكة لهذا الشوط. وزي ما حكيت اللقاء انتهى 11-4، وانتهى اللقاء 3-2 للسيد لاشين، وأعاد الأهلي على الطاولة، لأنه كان باعتقاد الشخصي لو خسرت مصر هذا اللقاء مع أحمد المهندي لكان روبرت مع عمر عصر، لا نعلم قوة هذه المباراة لمن ستنتهي، ولكن الآن ما زال الأمل موجود للقطر القطري بالعودة عن طريق اللاعب روبرت أو عمر عصر، لا نعلم مدى قوة هذا اللقاء الثالث. إذا فاز فيه
عمر عصر على اللاعب روبرت واثنين مصنفين على العالم 26 و4 و36 اثنين اقوياء جدا. الان بظل اللقاء الخامس اللي هو الفيصل، اذا فاز القطري روبرت المحترف القطري على اللاعب عمر عصر سوف ننتظر لقاء خامس لحسم نتيجة المباراة.